توس قيام مجموعة من الأشخاص قادمين من مدينة عنابة مدججين بأسلحة بيضاء من جميع الأنواع والأحجام وملثمين، كانوا على متن عدة سيارات ودراجة نارية من الحجم الكبير، وبالتحديد بحي جوات طاهر بعزابة، زرعوا الرعب في أوساط سكان الحي، وباحترافية كبيرة تم التدخل لتجنيب الحي ما لا يحمد عقباه، حيث تم توقيف 4 أشخاص كان بحوزتهم أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية وملثمين، فيما لذا باقي أفراد العصابة بالفرار باتجاه وسط الأحراج. عن مزرعة بحي الإخوة بومدين بعزابة لدى أحد الأشخاص المعروفين بترويج وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية والمحرض الأساسي لأفراد العصابة القادمة من مدينة البوني بولاية عنابة. تم مداهمة المزرعة السالفة الذكر، وتم توقيف واجتثاث باقي أفراد العصابة تمثل في 20 سيف من الحجم الكبير، 7 شاقور، 15 سكين من الحجم الكبير، و4 ألثمة، وكذا 4 سنيال من الحجم الكبير، بالإضافة إلى كمية من المؤثرات العقلية زائد سيارتان اللتان كانت تستعملهم العصابة في نقل أفرادها.